الشباب. إن شاء الله اليوم المحاضرة الأخيرة ضمن منهاج الإميونولوجي اللي هو جزء من الميديكال مايكروبيولوجي. محاضرة اليوم عنوانها كانسر سيلز أوت أوف كنترول. الكانسر هو عبارة عن خلايا يعني خارج السيطرة. لا شك تعرفون أن الكانسر جاء من الكلمة اللاتينية التي تعني كريبي أي وجنيب، لأن الورم الذي يحدث في النسيج يشبه يعني شكل هذا الحيوان القشري، لذلك خذ هذا الاسم. فالكنسر معناه أوبوجينيب باللاتيني، فمعناه أن هنالك نيو جراوث أوف أبنورمال سيل، أن هنالك نمو للخلايا غير طبيعي. ومن هذا الاسم جاء علم كامل يسمى علم الأورام، اختصار يعني أونكولوجي. والإنكولوجي كتعريف the field of medicine that specializes in cancer including the basic characteristic of cancer, classification of cancer and the origin of cancer. إذن الإنكولوجي هو عبارة عن علم الطب، أحد فروع علم الطب التي تدرس الأورام من ناحية صفاتها العامة وتصنيفها ودرجاتها وأصلها. Classification of a tumor. هنالك عدة يعني أسس لتصنيف الأورام، فمثلا تصنيفها الابتدائي هو إلى أورام حميدة وأورام خبيثة. الأورام الحميدة من اسمها self contained mass within an organ that does not separate into adjacent tissue، هي عبارة عن أورام تقع بمنطقة محدودة ضمن النسيج ولا تميل إلى الانتشار إلى الأنسجة المجاورة. Do not ordinarily cause death، وعادة لا تسبب الموت للإنسان، unless they grow into the critical space such as heart valves and brain ventricles. ما لم تكن يعني متى تسبب حتى الأورام الحميدة تسبب الموت؟ عندما تكون في مكان جدا حساس، مثلا عندما تكون الأورام الحميدة موجودة في مثلا صفائح صمام القلب أو في بطينات الدماغ. طبعاً هذه المناطق جداً حيوية وجداً حساسة، لذلك كثيراً ما يعني يؤدي حتى البرين تيومر تؤدي إلى الموت. أما المجموعة الثانية من الأورام اللي هي موضوع محاضرة اليوم اللي هي مالجنانت تيومرز أو كانسر، اللي نقصد بها هنا إذا مو البناين تيومر وإنما المالجنانت تيومر. المالجنانت تيومر الخبيثة عكس الحميدة هي هذه uncontrolled. This controlled has uncontrolled the growth of abnormal cell within normal tissue. أيضا تقع عبارة عن نموات غير مسيطر عليها ضمن أنسجة في الأعضاء، مثلا في الجلد في البون مارو. That have retained the capacity to divide. لها القدرة على أن تستمر. لها القدرة الكبيرة على أن تستمر وتنقسم. While mature cells that have lost this power, neuron for instance, do not commonly become cancerous. في الأنسجة سريعة النمو، مثلا ليش الجلد والدم أكثر الأنسجة ابتلاء بالأورام؟ لأنه ذن النسيجين الجلد والدم أنسجة خلاياها سريعة الانتشار طالما كان سريعة التكاثر طالما الإنسان بقي حيا، فلذلك تكرارها وتكرار انقسامها لا شك ستصاحبه ميوتيشن، أخطاء وراثية. هذه الأخطاء ستتراكم في نهاية المطاف مما يجعل خلايا الجلد وخلايا الدم تنقسم انقساما غير مسيطر عليه وتؤدي إلى حدوث التيومرز. بينما الأنسجة الأخرى كالنسيج العصبي الذي معدل انقسامه جدا بطيء وعادة قد يكون حتى متوقف عن الانقسام، هذا نادرا ما يحدث فيه حالة الأورام. هنا يقول بعض الأنسجة تفقد قدرة الانقسام، neuron for instance do not commonly become cancerous. لذلك نشوف الجهاز العصبي أقل أجهزة الجسم تعرضا للأورام. Most cancerous growth show other characteristics including. بعد شنو الصفات الأخرى اللي تميزنا النمو الورمي؟ Disorganized behavior and independent from surrounding normal tissue. شاذ ومتمرد على النظام العام وعلى مستقل from surrounding normal tissue. Growth
permanent loss of cell differentiation. خلايا الورمية عادة ما تكون فاقدة للتخصص النهائي. شلون الستم سيل باستطاعتها أن تتخصص إلى أنواع أخرى، تطفر وتصير من شكل إلى آخر. فهي فاقدة permanent loss of cell differentiation. Expression of a special marker on their surface. لها ماركرات علائم خاصة على سطحها نسميها عادة تيومر ماركر، ويكاد يكون يعني لكل نوع من أنواع السرطان، لأن يعني سرطانات كثيرة قد تصل إلى 200 نوع في الإنسان، لكل ورم أكو طقم من يعني العلائم على سطح هذا الورم نسميه تيومر ماركر. إذن الصفة الثالثة اللي تميز لنا الأنسجة الورمية هي expression of special marker on their surface. As the initial primary tumor grow, هسه هذا كما يبدو بهذا الشكل. بداية الورم النسيج. فمثلا لو كان الوسط الورمي سائل مثلا أورام الدم سريعة الانتشار، أورام البكريا سريعة الانتشار، بينما هنالك في الأنسجة الصلبة أو شوية المتماسكة تكون انتشار الأورام فيها وانبثاثها بطيئا. شلون يصير الانبثاث؟ فبالبداية يحدث أن الخلايا العادية مثل ذن الخلايا الصفر تطلع منها الخلايا الزرقاء، تبدأ يصير شكلها غريب وتتحول إلى يعني تمر بالمراحل. فلو حدثت وتكاثرت هذه الخلية الغريبة راح نسمي هذا التيومر برايمر تيومر. ثم هذا البرايمر تيومر بعد سنة سنتين 10 سنوات راح تنفصل عنه بعض الخلايا وتذهب مع الدم أو اللمف إلى أجزاء بعيدة عن الجسم، فنقول صار بيه انبثاث أو ميتاستاسيس. راح ينبت مثلا يذهب من الجليد مثلا إلى الرئتين، من الجليد إلى الكبد مع جهاز دوران أو جهاز اللمفاوي. ثم هنالك سيحدث تكون بؤرة ورمية وتتكون تيومر يشبه التيومر الموجود على الجلد، راح يتكون تيومر موجود مثلا في الرئة أو في الكبد، راح نسميه سكندري تيومر. فذات كان سمينا برايمري تيومر، في حين هذا اللي انبث بعد 10 سنين أكثر وراح نسميه سكندري تيومر. مالكننت تيومر رينج ان افكت from those seen in pancreatic cancer spread rapidly almost always fetal to the basal cell carcinoma of the skin, much less aggressive, more treatable and seldom fetal. الأورام من ناحية خطورتها وسرعتها في النمو يعني كلش متفاوتة، تتراوح لها خطورة اللي هو pancreatic cancer لأنه ينتشر بسرعة، وكذلك اللوكيميات وغيرها. almost fetal وعادة ما يكون يعني نهاية حتمية الموت، إلى أنواع أخرى من السرطانات لا هي حتمية الموت فيها ولا أنها سريعة، في غضون أشهر يتقدم المرض ويودي بالوفاة. هذا قد تستمر عشرات السنين. basal cell carcinoma مثلا للجلد هذا يكون less aggressive and more treatable ويتقبل العلاج أكثر من البنكرياتيك كانسر. إذن الكنسرات مو اسم مفزع جدا، قد يكون أنواع الكنسرات يعني تشبه أمراض فطرية أخرى تستغرق وقت طويل ولا تشكل خطرا على الحياة. شوفوا هنا مثلا الزغابات الموجودة في الأمعاء كيف تتحول بمرور الزمن من شكل طبيعي نورمال إلى يبدأ شوية بها يظهر الخباثة، تبدأ خلاياها تتحول إلى خبيثة ويصير بها الترانسفورميشن نسميه، أي التحول. التحول بمعناها بالبداية نورمال يصير ديسبلاجيا، ثم ديسبلاجيا بعدها الخلايا راح تتشوه وتفقد تخصصها النهائي، ويعني ذن الصفات اللي ذكرناها بالإستاذ السابق. يصير عندنا نوب إن سكتونيو بلازم، راح يصير عندنا ورم لكنه في الموقع، هذا اللي نسميه برايمري تيومر. البرايمري تيومر بعد فترة راح يصير انفيسيف نيو بلازم وراح يتغلغل ويصل للوعاء الدموي أو الوعاء اللمفاوي، وتنفصل بعض الخلايا ذاهبة مع مجرى الدم أو مجرى اللمف منبثة إلى مناطق أبعد. هذا ما ندعوه بالميتاستاسيس. Although cancer are commonly referred to simply as bladder cancer, breast cancer, liver cancer. التسمية مرات نسميه قبل اسم العضو ونخليه يا كانسر، لنقصد مثلا بدل ما نقول هيباتوما نقول ليفر كانسر نسمي، أو كيدني كانسر أو بلادر كانسر، يعني سرطان المثانة، سرطان الكبد، سرطان الصدر،
إلى آخره. ومرات لا، نسميه تسمية علمية، مو تسمية العضو تسمية وظيفية، لا تسمية علمية. فمثلا نقول كارسينوما، وكل الكارسينوما هي عبارة عن أورام تنشأ من أصل أبيثيليال تيشو. مرات نسميها ساركوما، ومرات يعني نخلط ويا ساركوما وكارسينوما اسم آخر كما سنت إلى ذلك. فمثلا إذن الكارسينوما معناها initiated from the epithelial tissue، بينما الساركوما originated from mesenchymal embryonic connective tissue. مثلا هنالك أسماء وصفية أخرى، مثلا نقول أدينو كارسينوما، أدينو يعني غدة، كارسينوما قلنا هنا الكارسينوما، إذن النسيج الغدي تابع للنسيج الطلائي. إذن هنا معناه الأدينو كارسينوما معناها هنا هذا التيومر developed in glandular epithelial tissue as the pancreas. Squamous cell carcinoma، كنا الكارسينوما هي epithelial. Squamous cell هاي موجودة يعني جزء من الأبيديرمس، أحد طبقات الجلد اللي هي البشرة. إذن معنى هذا قبل من اسمه معناه أنه هذا المرض ينشأ في الجلد وفي الطبقة العليا من الجلد بالتحديد. Retinoblastoma، اللي هي شبكية العين، فهي من اسمها Retinoblastoma معناها أنه هذا الورم يحدث في شبكية العين. لمفوساركوما، ساركوما قلنا بالكونكتيف تيشو، واللمفو يعني العقد اللمفاوية، فهنا معناها أنه هذا سينشأ الورم في اللمف نود اللي هي جزء من الكونكتيف تيشو. الهيباتوما اللي هي هيباتيك كارسينوما عند الليفر، شون الليفر كانسر اللي ذكرناه ابتداء. الميلانوما هاي من الميلانوسايت اللي هي الخلايا الصبغية اللي تعطينا لون الجلد ولون العينين والشعر، هذه معناها أنه هذا الورم يحدث لخلايا الميلانوسايت اللي هي جزء من العين والجلد ولون الشعر. اللوكيميا من الليكوسايت مأخوذ الاسم، فهي كانسر اوف ذا بلاد فورمينج تيشو، يعني هذا الكانسر يحدث في الانسجه المكونه للدم، نقصد هنا الجزء الخلايا البيض من مكونات الدم. ما مستوى انتشار الكانسر في البشر، في الجنس البشري؟ 1/3 اوف يو اس. احنا المشكله هنا ما عندنا احصائيات عن الوطن العربي، يعني العراق مثلا، لذلك نشوف اغلب معلوماتنا نشير لها للمواطنين الامريكان لمختلف الامراض، لانه يعني علم الاحصاء عندنا او طب المجتمع شويه متاخر. فلذلك هنا يقول ثلث السكان بالولايات المتحده سيصابون في احد مراحل حياتهم بالسرطان، يعني بالعشرينات بالثلاثينات، المهم ثلث من السكان، دلاله على انه قد منتشر السرطان، يعني 33% من البشر، ربما العراقيين هم ايضا بنفس النسبه سيصابون. ويعتبر الكانسر the second leading cause of death in human following by heart and circulatory disease، ويعتبر السبب الثالث للوفيات في البشر بعد أمراض القلب، وأمراض اللي هي أمراض القلب السبب الأول للوفيات بالبشر، وcirculatory أمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية circulatory disease يعني، ويأتي بعدها السرطان، يأتي بعدها السرطان كمسبب. كانسر كارنتلي ان ذا انكريز، الان في السنوات الاخيره يعني بين وكانه السرطان قاعد يزداد بالبشر. زين هاي زياده طبيعيه لها اسباب ام انها زياده متوهمه يعني؟ طبعا بعض الزيادات طبيعيه ولها اسباب، مثلا الميلانوما زادت بالاونه الاخيره، لان كما تعلمون صار اكو تلوث بالهواء وانقشعت طبقه الأوزون التي تعمل كواقي للكرة الأرضية من اليوفي لايت، خصوصا الباند بي، الأطوال الموجية للحزمة بي من اليوفي لايت، هي حزمة مسرطنة وسبب طفرات بالدي ان اي للبشر. فلذلك بالآونة الأخيرة نتيجة زيادة التلوث وظهرة الاحتباس الحراري والبيت الزجاجي التي لا شك تعرفونها، أصبحت اليوفي لايت تقدر تدخل وتصيب البشر، وإذا ما تعرضوا جلدهم للشمس وخرجوا في ساعة الذروة إلى الخارج بدون أن يحطون هاي المرطبات الواقية من الإشعاع الشمسي، أو يلبسون الملابس الفضفاضة شوية تحمي من الجسم. إذن الميلانوما زادت بسبب الاحتباس الحراري وانقشاع طبقة الميلان. كابوسي ساركوما هاي زادت لأنه ظهر عندنا مرض الأيدز، وهي أحد تداعيات يعني الإصابة بالأيدز كابوسي ساركوما. كانسر بروستات كانسر زاد بالآونة الأخيرة، ليش؟ هنا هاي زيادة متوهمة، لأنه سابقا لم تكن هنالك طرق تشخيص متطورة ودقيقة
فلذلك ما كانوا يعرفون انه هذا مات بالبروستات كانسر او بالازوفيجر كانسر، يسجلونه مات حد في انفه، مات بسبب الشيخوخه. الان اصبح يعني هنالك امبروف ميثود فور ديتكشن، صار التشخيص وتحديد سبب الوفاه دقيقا، فلذلك صرنا نعرف انه اكو ناس قاعد تموت بالبروستات كانسر، اكو ناس تموت بالثايرويد كانسر. قبل يعني بالقرن العشرين نهايه ما كان يعرفون. لذلك لو أريد نحدد حسب الأعضاء الكنسرات اللي تصيب الإنسان، lung cancer account the largest number of death in both sexes، إذا نأخذ هذا السلايد وذني يعني نسب الوفيات من أنواع الكنسرات في كل من الذكور والإناث، نلاحظ في الذكور والإناث أعظم كنسر يسبب الوفيات في كل الجنسين هو lung cancer، يسبب للذكور 12.5% من الوفيات، من وفيات الكنسر مو مجمل الوفيات بمختلف الأسباب، لا هاي نقصد النسبة المئوية لنسبة من الموتى بالكنسر. في الذكور 2.5%، في الإناث 13%. أما لو كلا الجنسين ياهو يعني أكثر كنسر يموت الرجال وياهو أكثر كنسر يموت النساء، فالذكور البروستات كنسر يعني 43% وفيات الذكور من البروستات كنسر، وفي الإناث البريست كنسر 30% من وفيات التيومرات في النساء. طبعا هنالك ريسك فاكتور للكنسر، هنالك عوامل خطوره، عوامل مساعده لا شك، تعجل هاي بالاضافه للوراثه والنواحي الاخرى، لانه الكنسر ملتي فاكتوريال ديزوردر، فلذلك هناك تضافر لمجموعه من العوامل هي اللي تخلي الانسان مؤهل اكثر او اقل للاصابه بهذا المرض. فمثلا من ضمن العوامل الريسك فاكتور توباكو سموكينج، اكسس بودي ويت، الكحول، الترا فيوليت راديشن، بور دايت، انفكشن، فيزيكال انكتيفيتي. شوف حتى الفيزيكال انكتيفيتي يعني الخمول وعدم مزاوله الرياضه قد يكون سببا، او يعني الادمان على مشاهده التلفزيون بحيث ياكل الانسان وهو قاعد على التلفزيون فترة طويله، وشلون قد يدفع الثمن بزياده احتمال اصابته بالكنسر. شوفوا هنا هذا الجدول جدا مهم 17/6 موجود عندكم بالمحاضرة يعني بالفصل، بزيادة احتمال العوامل الفيزيائية، عوامل كيميائية وعوامل أحيائية. العوامل الفيزيائية مثلا الإشعاع المؤينة واليوفي لايت والإسبستوس، لأن وين يتعرض للإنسان مثلا اليوفي لايت هاي من التعرض للشمس المباشرة، وأكيوبيشنال أكو ناس دوم يشتغلون بالشمس العمالة، يعني الناس اللي دوم متواجدين بدون مظلة بدون كذا، ووين قاعد يصير عندهم الكنسر. فمثلا الايونيك راديشن لوكيميا من اذر، اليوفي راديشن يعرض السكن تو بي كانسر، والاسبستوس هذا الاسبستوس مثل الطوز باودر مال زجاج اللي في الزجاج يسمونه مواد عازله تشبه الصوف، يسمى الصوف الزجاجي او اللي في الزجاج، هاي عاده ما يطلع من عندها باودر، يطلع من عندها فطوز زجاجي، زجاج مكسر. من يشتغل الإنسان بالإسبستوس ويتنفس هذا الصوف الزجاجي، معامل عزل الجينكو، معامل صناعة الثلاجات، كثير من المنتجات تستخدم الإسبستوس ويتنفس الإنسان. إندوستيريال آن بيلدينج إنسوليشن يستخدم في عزل المباني، هذا طبعا من يستنشق الإنسان راح يسبب له لون كانسر. الكيميكال ايجنت فور كانسر توباكو، الكحول، أرسنيك، البنزين، بولي سايكليك هيدروكربون، نايل كلورايد، أفلاتوكسين، أروماتيك أمين، الأمينات العطرية وحلقة إضافة الاستروجينات هذا كنوع من الهرمونات، والرادون غاز، غاز الرادون اللي هو غاز مشع يوجد حتى في المناجم الأمال المناجم، ويطلع حتى من الطابوق، بعض الطابوق يعني معامل الطابوق الطين اللي صنعت من عنده هذا الطابوق يحتوي على رادون مشع، فمن يبني الإنسان بيته من هيك نوع من الطابوق راح سيصاب بالأمراض ربما مختلفة. البيولوجيكال ايجنت هذه طبعا فيروسات مختلفة تصيب الإنسان، دي ان اي فيروس، ار ان اي فيروس، راح ناخذها في غضون المحاضرة، ريترو فيروس، بابيلوما فيروس، بوليوما فيروس، الستاين بار فيروس، هيباتيتس بي فيروس، وهنا موجودة الكنسر تايب اللي قد ينتج عن هذه العوامل المختلفة. زين. Proposed mechanism of cancer. ما طبعا التعرض لهذه العوامل chemical, physical and
بيولوجيكال ايجنت راح يعجل، بالاضافه الى كون الاستعداد الوراثي راح يجعلنا يعني مستعدين للاصابه. شو الدليل او ما هي الملاحظات لهذا الحدوث السرطان؟ طبعا من هذه الملاحظات، اولا كسر سيل اوفن دامجد كروموسوم، دائما الخلايا السرطانيه من نفحصها وراثيا من نفحص او دامجد يعني بضرر متضرر. هاي الملاحظه الاولى. ثانيا specific alteration in gene can lead to cancer. مرات لا، عندنا خليه in vitro يعني في المختبر بس نلعب بجيناتها سرطنه تتسرطن السرطان. ثالثا the predisposition for some cancers is inherited. يعني كثيرا من الامراض الوراثيه متاصله في العوائل، فليش يصيب كل افراد مصابة بالبريست كانسر؟ يعني بناتها باحتمال عالي هي طبعا مصابات كذلك. إذن أكو مؤهل، أكو استعداد وراثي على الإصابة ببعض الأمراض. هاي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، rate of cancer are highest in immune deficiency disease. ليش المحضر أخذنا الأميون deficiency disease وأخذنا secondary immune deficiency؟ كيف أن secondary immune deficiency قد يسبب السرطان أو العكس، السرطان قد يسبب immune deficiency. خامسا الملاحظة، mutagenic agent cause cancer. mutagenic المواد المسرطنة اللي شلون قلنا أو يعني الاسبستوس، هاي كلها يسمونها mutagenic agent، مواد فيزيائية أو كيميائية كلها يسمونها هاي تسبب. إذن mutagenic يعني مواد قاعدة تطفر الدي بعد تطفير الدي ان. الملاحظه السادسه، cells contain genes that can be transformed to cancer causing oncogene. هنالك خلايا تسرطن لان محتويه على انكوجين، هي جينات سرطانيه الله صانعها داخل الدي ان اي مالتنا، كل واحد بينا هسه عنده انكوجين، لكن هسه راح نجي عليها شلون احنا عندنا انكو سبرسر جين، اكو جين فوق الانكوجين يسمونه انكو سبرسر جين، جين كابح للسرطان. اذا انشال عنها الغطاء وراح عن هذا الجين الكابح يصير نوع جينات سرطان وتبدا تشتغل وتسبب لنا يعني الاورام. هذا تيومر سبرسر جين، اكو انتي انكوجين نسميها تيومر سبرسر جين، هذا معناها اكو كابح وراثي واكو جين وراثي، كلاهما واحد يشتغل عكس بعضهم البعض، فواحد يسبب لنا السرطان واحد يحمينا من السرطان، والاثنين يعني مواد وراثيه. هاي الملاحظات السبعه قد تاتيكم مثلا كتعداد او تاتيكم ام سي كيو، نغير الصيغه مالتها ونجيبها كسؤال ام سي كيو اخر، يعني ياتي نسالكم عن هيك معلومه بعده صيغ. الانكوجينات يعني جينات السرطان، الانكوجينات معناها هي مواد بروتينيه المفروض الانكوجين يشتغل لصالح الخليه، والله خلقه لكي يساعدها على الانقسام، لكن الانكوجين لازم تحت السيطره ما يطلب كيف يعني، فهو يسمح لها بالانقسام لو أراد الجسم ذلك، ويأمرها بالتوقف عن الانقسام لو انتفت الحاجة إلى انقسامها. إذن it is a state of balance ensure that cell divide at the rate compatible with normal development and function. إذن المفروض انقسام الخلية تبع للحاجة وتبع عندي ومتناسق مع الوظيفة ومستوى التطور والنمو الذي يحتاجه الإنسان. Cancer result when the system that organizes cell division is failed. متى يحدث السرطان؟ عندما يفشل نظام السيطرة على انقسام الخلية. هذا واحد من الأسباب. هنالك في الخلية قلنا ذني سيتين من الجينات. هذا السيت نسميه بروتو انكوجين اللي هو this gene complex controlling cell division by regulating the onset of ميتوسيس الانقسام الخيطي. هذه الجينات مسيطره على بدء واستمرار الانقسام الخيطي. بينما هنالك سيت اخر من الجينات يسمونها تيومر سبرسر جين، هذا انتي انكوجين يعني مجموعه من الجينات التي بريفنت ذا بروتو انكوجين فروم اكتنج كونتينيوسلي اند كيب ذا سيل سايكل اوبريتنج نورمالي، وهي تحفظ لنا الخلايا من ان بهذا الشكل. شوف شلون هنا هاي الخليه بيها بروتو انكوجين وبيها سبرسر جين انكوجين.
انكوجين انتي انكوجين. هذا شنو شغله هذا اللي شن علم اوكراني اصفر وسماوي؟ هذا شغلنا الاون اوف، شغلنا ياه البروتو انكوجين اللي هو جين يساعد على انقسام الخلية، فيا اما شعله ديفايد او يطفي يحاول ريست الراحه، وهكذا يتناوب ديفايد ريست ديفايد ريست ديفايد ريست وهكذا حسب الحاجه. هاي الخليه لو كانت طبيعيه ولو كان التيومر سبرسر جين يشتغل طبيعي، مرات يعطل هذا التيومر سبرسر جين، شلون دقمه الكهرباء ما تطفي دوم تشغل، يصير بها طبق الى اخره مثل هيك حاله. فإذا ذا جينيتك ايرور، اذا حدث جينيتك ايرور او ميتيشن بروتو انكوجين سويتش اون، بحيث خلى البروتو انكوجين دوم سويتش اون ما طلع بي سويتش اوف، اذا هنا اتس كونفيرت تو ذا انكوجين، بدل ما كان نسميه بروتو انكوجين راح نسميه نوب انكوجين، causing the cell to divide continuously. اذا هذا سيدفع الخليه الى ان شوف هنا خلى الخليه دوم اوف ما تقدر تصير اون، لذلك الخليه ستعاني من ديفايد 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 وهكذا continuously، راح تستمر إلى ما لا نهاية، فنقول عنها صارت خلية خالدة، لأن خلية ما راح تموت وراح تستمر دائما بالانقسام، وما راح تعاني من الأبوبتوسيس، راح نجي هم سبب آخر لحدوث السرطان هو تعطل عملية الأبوبتوسيس. إذن هذا المرض السبب الأول أو يعني الميكانيكية لحدوث السرطان اللي هي الأنكوجينات شلون تتفعل وتفقد السبرسر جينات السيطرة عليها. العامل الآخر المعجل بتكوين السرطانات هو الفيروسز، لأنه قسم من الفيروسات يحتوي على فيرال أنكوجين، يعني الأنكوجين يشبه الهيومن أنكوجين. هنالك أنكوجينيك تشينج أوكر وين ذا سيل انفكتد باي سام فيروسز، مثلا الآر إن إيه فيروس أو الريترو فيروس يوتيلايز الإنزيم ليس منها ريترو الراجعة، يعني لأنه هاي آر إن إيه فيروس، فالإنسان كل الدي إن إيه مالته كل الحامض النووي مالته في النواة موجود دي إن إيه، أول الار ان اي مالته الى دي ان اي عبر اليه تعرف بالريفرس ترانسكريبتيز في انزيم يعني عاكس للاستنساخ يسمونه ريفرس ترانسكريبتيز، يحول دي ان اي ولده من الار ان اي في حاله شاذه هذه، ويخلي هذا الدي ان اي يرجع يتحد مع الخليه المضيفه ويسبب لنا يعني العرض مال الاصابه الفيروسيه، which subsequently inserted the particular site in the host chromosome. زين هذا إذن الريترو فيروس، فقط الريترو فيروس هي الار ان اي فيروس، لا هناك روز ساركوما فيروس هذا شيء يحتوي فيرال انكوجين، سبب ضرارته وبسبب كونه عامل مساعد للاصابه بالكسر هو انه فيرال انكوجين. نعم عندكم سؤال شباب لهذا الحد؟ فيرال انكوجين اللي الناتج مالته راح يسبب لنا هو اسمه انكوجين، راح يحول الخليه من خليه طبيعيه الى خليه بعد RNA فيروس آخر اللي هو T cell leukemia retroviral genome، هم أيضا هنالك نوع من الفيروسات يسمونه T cell leukemia virus، هذا من عائلة retroviral genome، هذا insert on host chromosome site oncogen اللي هو مال human يجعله يحول الخليه. هذه الار ان اي فيروس. العوامل الاخرى هي الدي ان اي فيروس. الدي ان اي هاي قبل ما تحتاج لها ريفرس ترانسكريبتيز، فقبل اول ما تصيب الخليه راح تدخل الدي ان اي ويقعد قبل على الخليه ويسبب لها يعني تحول تسرطن ترانسفورميشن اور مالجنسيز. مثل ايش الدي ان اي فيروس؟ الهيومن بابيلوما فيروس الاتش بي في، هذا تعرفونه يسبب السيرفيكال كارسينوما. هذا شلون يسبب السيرفيكال كارسينوما؟ اوفرريد ذا يوجوال سيلولار جراوث كنترول، لانه يعطل لنا اليه السيطره على مورتا. بعد من الدي ان اي فيروس الابشتاين بار فيروس اللي هو سبب وريسك فاكتور للبوركيت فوما، هذا شلون يسبب او يحث يعني تسرطن and uses chromosomal alteration that can interfere with the cell death. يعطل بالعكس، يعطل آلية الأبوبتوسيس ويخلي الخلية خالدة وتظل مستمرة. شوفوا هنا الإصابة الفيروسية، هسه هذا ماخذين الشكل بالفيرولوجي. الفيروس عندما يدخل
للخلية ويدمج الدي ان اي مالته بدي ان اي الخلية، يقوم يسخرها لمصلحته الخاصة. فيسخرها بدل ما هي ناب تنقسم نفسها يعني تنتج الوظيفة المرجوة من عندها، لا أصير مجرد معمل يشتغل لاستنساخ منتجات الفيروس. فهو يحتاج بروتينات الكابسيد، بروتينات السبايك، بروتينات للمبرين شيء اللي هو بروتينات يصنعها، وتحط له الدي ان اي، وثم تعمل على تعبئة الفيروسات الجديدة الفيريونات وإطلاقها إلى الخارج. هاي الآلية يفجر الخلية عادة، ما تتدمر الخلية بعد ما تمتلي بجزيئات الفيروس الجديد، فنسميه هيش دورة للفيروسات نسميها normal lytic cycle. lytic يعني دورة تحللية. ليش lytic؟ لأنه الفيروس قاعد يفجر الخلية الهدف بعد ما سخرها وحولتها من فيروس واحد إلى 100 فيروس مثلا، ينفجر المئة فيروس ويصيب 100 خلية أخرى ويعيد نفس الدورة التحللية الأخرى. بعض الفيروسات خصوصا هاي الفيروسات اللي تحدد السرطان لا ما تقتل الخلية، هي أنه بعض الفيروسات بدل ما تكون normal lytic cycle تتبع cell transformation cycle، فهاي تعمل على insert of viral DNA اللي يحتوي على oncogene، وهذا الانكوجين يحول الخلية إلى خلية متحولة نوت لايتك غير متحللة، وتظل تنتج وتطلع للوسط، تنتج وتطلع للوسط، ويعني زمن جدا متطاول. فمن صالح هاي الفيروسات أن ما تموت الخلية. زين، بعد من ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بالتسرطن كروموسومال دامج. الكروموسومال دامج هاي معناها هناك ضرر بالكروموسوم، هذا الضرر هم أيضا أشكاله كلش هواية. فمثلا عندنا الترانسلوكيشن، الترانسلوكيشن معناها a segment of one chromosome transferred to another chromosome that is not its homolog. يعني انفصال قطعة من كروموسوم وذهابها إلى كروموسوم آخر غير نظير إلها. لأن أنتم تعرفون مخلين بالجينيتكس كروموسومات الإنسان 23 زوج. ليش سميناها زوج؟ لأن كل اثنين من عدة تقريبا هومولوج، يعني مناظرة لبعض البعض الشكل والحجم. هنا مثلا في البوركيت لمفوما يصير استبدال قطعة بين الكروموسوم 8 وكروموسوم 14، يعني مو هومولوج ذولا. مثلا هذا كروموسوم 8 تروح لنا قطعة وتنفصل وتروح للكروموسوم 18 ويتبادلن بالعكس، فيصير عندنا ترانسلوكيشن اللي عادة ما يسبب لنا البوركيت لمفوما. هذا يعني مثال. مثال آخر مثلا المايلوجينيوس لوكيميا، هذا عبارة عن أيضا تبادل للقطع بين الكروموسوم 9 والكروموسوم 22. القطعة البرتقالية تروح تنقسم وتروح لهذا الكروموسوم 9 اللي هو بنفسجي اللون، والعكس بالعكس، وقطعة من البنفسجي تروح تقعد على القطعة البرتقالية. وذن القطع المفصولة ما مساويات بالحجم ولا مساويات بالتخصص، لأن احنا نعرف كل قطعة بها مجموعة من الجينات مجموعة من البروتينات، وهذا يلخبط لنا الشغل وربما يحول لنا البروتو أنكوجين إلى أنكوجين، فتنطلق عملية يعني الخباثة أو التسرطن. زين، مرات يحدث lose of part of chromosome during cell division، أثناء انقسام الخلية قطعة كاملة من الكروموسوم. مثلا colorectal carcinoma هذا شي يصير به deletion of chromosome 17، قطعة تنفصل وتروح، مو تتبادل translocation، لا deletion يعني حذف كامل لقطعة مثلا تصلت وراحت، ما اتصلت بكروموسوم آخر، نسميه translocation. فمثلا colorectal carcinoma يحدث بسبب انفصال جزء من الكروموسوم 17، والريتينوبلاستوما أحد أسبابه انفصال قطعة من الكروموسوم 13، هذا يسمونه الكروموسومال ديليشن. بعض الأسباب أيضا الكارسينوجينيسيس هي الترايسوميز. الترايسوم يعني مو الدايسوم والبايسوم، يعني ثنائي الكروموسومات تعرفونها اللي اثنين كروماتيدات، اللي اثنين كروموسومات شقيقة يسمونها كروماتيدات. فلكل كروموسوم إلى نظير واحد. في بعض الحالات نتيجة يعني أثناء الميتوسيس أثناء الانقسام الخيطي أكثر من مرة،
فيحدث أن ينتج للكروموسوم الواحد ثلاث كروماتيد بدل ما يكون له كروماتيدين كما هي الحال. فيحدث إذن أن تنتج مثلا كروموسومات ثلاثية الخيوط، مثلا الكروموسوم 8 الكروموسوم 12 اللي يسبب لنا أنواع من اللوكيميا. فهذا النوع أيضا يسمونه الترايسومي، أيضا يسبب لنا مثلا مرات يصير جين أمبليفيكيشن. الجين أمبليفيكيشن a process whereby numerous extra copies of gene اللي هي عادة ما تكون بروتو أنكوجين are produced during DNA replication. خلال عملية تضاعف شريط DNA والكروموسوم يحدث أن تتضاعف قطعة واحدة، صارت 2 صارت 3 صارت 5، تنتج عدة قطع وكلها تظل لازقة ببعضها البعض، فينتج تكرار. عادة الكارثة لو كانت هذه القطعة الوردية هي إنكوجين، فراح يتكرر عندنا إنكوجين وبنسخ 4 5 6 إلى آخره، فلذلك هنا راح تنتج لنا بروتين إنكوجين كبرت الكمية في الجسم مما يؤدي إلى حالة السرطان. Certain tumor arising مثلا squamous cell tissue, lung, brain and breast cancer قد تحدث بسبب الجين amplification، يعني مضاعفة جينية. السرطان الابوبتوسيس وما expire date مع الخلية، كل خلية لها شباب لأنه صارت شيخة، صارت كبيرة متقدمة بالعمر غير مفيدة للجسم، أوتوماتيكي أكو بيها. إذن هاي الحالة طبيعية، وهناك جينات يسمونها سوسايد جيل جين، جينات الانتحار، والمفروض هذه تشتغل دائما. في الخلايا السرطانية يحدث تعطل لجينات الانتحار سوسايد أو الأبو أبوبتوسيس جين، مما يجعل الخلية دوم قاعد تنقسم وما راضية تتقاعد، ما راضية تنتحر حتى تلقى المجال لغيرها شابة. لذلك هنا دوم الخلايا هاي السويتش اون مالتها السوسايد جين معطلة، هذا السيل نيفر ريسيف ذس سيجنال، والخلية ابدا ما قاعد تستلم اشارة الموت، يعني اشارة اللي تحسها على الانتحار المبرمج. لذلك thus become immortalized، لذلك هي ستتحول إلى خلية خالدة. Some viruses virus like نوار كما تعاليل وفي cervical cancer contain a gene يسمى CMYC، وهذا CMYC هو نوع من أنواع الأبوبتوسيس أو السوسايد جين. هذا يصير بطفرة that interfere with the onset of apoptosis and thereby allowing affected cell to survive، أن يعني تتعطل عده، هو عبارة عن يعني سوسايد جين or apoptosis جين، وبالتالي يقوم ما يشتغل وما يحثر خلية على الانتحار مما يدفعها للبقاء. هذا سبب إذن apoptosis. سبب آخر inability to repair mutation، عدم القدرة على تصليح الميوتيشن. احنا نتيجة لوجودنا في كوكب يعني فيروسات مسرطنة ونتعرض للجوبيلايت وندخن جيجاير ونشرب، اذا قاعد يوميا نتعايش مع عشرات المسرطنات، يعني العوامل المؤدية للسرطان، لكن نادرا ما نصاب بالسرطان رغم انه احنا ناكل مسرطنات يعني ونتعرض. هنا آلية إصلاح العطب، آلية إصلاح الطفرة يسمى repair mutation mechanism. إذن كل جسمنا الله خالقه وهو يصلح نفسه بنفسه، إلا في بعض الحالات نتيجة لإصابة فيروسات أو كذا تتعطل عندنا آلية تصليح العطلات والطفرات. فالمسماش نيوكليوتايد النيوكليوتيدات اللي يطف نتيجة اليوبيلايت، بلن بالجلد عند تعرضنا اليوبيلايت هاي صلحها الجلد أوتوماتيك، لا مصاب بالميلانوما أو سرطان الجلد، لكنه في بعض الحالات تتعطل عندنا المسماش ريبيرينج ميكانيزم، وبالتالي يصير الدي ان اي أو طفرة مال الدي ان اي هاي غير صالحة، ما حد مصلحها وظل عاطلة وتنتج لنا بروتين عاطل، وهذا البروتين العاطل ليد تو اكوميليشن يؤدي إلى تعامل ميوتيشن
فمثلا كانت عندنا طفره واحده بعد فتره جمله من الطفرات واحده من العتم عانت الثانيه ويصبح الوضع على ما كان مثلا نيو بلازم ابليجيا صار انه مالجننت تيومر جراوت تحول الى ورم خبيث ورم يعني بكل صفات القذاثه والخلود وبالتالي رسميا يعني صرنا مصابين بالسرطان. هذا إذن آلية إصلاح الميوتيشن ريبير أوف ميوتيشن. آلية ثالثة رول أوف أنكوجين أون إن ذا سيل سايكل. إحنا نعرف أنه الخلية لها لايف سايكل لها دورة حياة، ثم الخلية منها من تنقسم كل ساعة، منها تنقسم كل يوم، منها تنقسم كل سنة إلى آخره، كل وحدة لها عمر. والخلية بين كل انقسامين تأخذ فترة راحة ستيشنري فيز، ثم تدخل بالجي 1 ثم جي 1 ثم اس وهكذا الدور. خلال ذن المراحل اللي تمر بهن الخلية خلال دورة حياتها هنالك مناطق سيطرة يسمونها تشيك بوينت. شلون السيطرة مالت الشرطة الموضوع على الطرق الخارجية يسمونها تشيك بوينت، نقطة السيطرة. هاي نقطة السيطرة قاعدة تشوف الخلية تستحق انقسام أو ما تستحق. إذا ما تستحق انقسام خليها منتظرة. شلون؟ ليش تحتاج الخلية إلى الانتظار؟ لأن الخلية بعد كل صارت خليتين بنويتين وصار الدي إن إيه مالها قليل وصارت العضيات السيتوبلازمية نصف العدد، لأن يعني هنا تقاسما البنويتين كل واحدة أخذت نصف العدد من الميتوكوندريا نصف العدد من الشبكة البلازمية الداخلية، فتحتاج فترة كل عدد كامل من العضيات للحجم الكامل من السيتوبلازم من العدد الكامل من النيوكليوتيدات والنيوكليك اسيد والكروموسومات، فلذلك تحتاج الى الحد الطبيعي الحجم الطبيعي وعدد العضيات الطبيعي تبدا تدخل للميتوسيس. حتى اللي يخليها تدخل او ما تدخل هو هذا تشيك بوينت. اكو بروتين يسمى سايكلين دي اللي هو ايضا له جين يسمى سايكلين دي اللي هو نوع من الكينيز اللي يعني بروتينات فسفره، هذه هي اللي تشتغل على تشيك بوينت بروتين، هي اللي تخلي الخلية تفوت للانقسام لو ما تفوت، تفوت للانقسام لو ما تفوت. الخلايا لو سطنت لو هذا البروتين اللي يسمح لها أو هو اللي يضبط الأمور أوفر بروديوس، إذا أنتج بكمية كبيرة أو أنتج في وقت إلى الخلية دوم ديري وانقسمي ديري وانقسمي وما أقبع السيطرة كنترول سيستم 2-4-6 وهكذا تستمر دائما بدون ان تاخذ فتره انتظار وشويه تتأنى بالانقسام، لان حتى ما تبقى العدد الهائل من الخلايا السرطانيه نو ستوب ديفيجن مود تتحول الى نمط يعني الانقسام غير المتوقف وهذا ما يدعى النمو السرطاني. التيومر سبريسر جين هذا تي اس جي يسمى الريتنوبلاستوما والبي 53 والبيتن. فالريتنوبلاستوما هذا من اسمه هو عباره عن جين يشتغل تيومر سبريسر جين، لكنه في بعض الحالات يطفر ويصير غير الجينات الورمية لا يقوم هو يعطيها المجال وبالتالي راح يصير عندنا ريتينال تيومر أوستيو سارات العظام بريست كانسر لانج كانسر. هاي كلها هو عبارة عن طفرة تحدث في التيومر سبريسر جين اللي سمينا هنا ريتينوبلاستوما. كذلك عندنا قلنا البي 53، بي 53 هذا اشهر من نار على علم لانه يعتبر الحامي مال الدي ان اي يسمى دي ان اي بودي جارد، كون واحد مخلي له حمايه وراه. فاكبر بروتين اكبر جين مسؤول عن حمايه الدي ان اي يطلع باعظم مسؤوليه هو بي 53 يسمى ماستر ريجوليتر. هذا الماستر ريجوليتر عادة ما هنالك 51 تيومر العطل مالته يجي من البي 53 اللي هو تيومر سبريسر جين، لانه البي 53 منها صاير عنده سمبل ميسنس ميوتيشن وحولته الى بروتين ديفكتد بروتين وبالتالي ما يقدر يسيطر على السايكلين جين ونخلي الخليه يعني مستمره بالانقسام. هاي ماخذينها سابقا شنو المعنى الطفرات البوينت ميوتيشن قد تكون سايلنت قد تكون نينسنس استبدال احد النيوكليوتيدات باخرى لكن تعطينا تشفر لنا نفس الحامض الاميني، فهنا هاي الطفره يسمونها سايلنت
سايلنت يعني صامتة يعني ما بها ضرر. ليش؟ لأنه حتى من طفرة النيوكليوتيدة بدل الثامين طفرة أدينين، لكن هم التي تي تي والأي أي أي لأن نفسهن راح يطلع لايسين لو اتحدن مع بعض، فما سو ما صار شيء، كان لايسين ومن طفرة ظل لايسين، إذا ما ضرر. مرات النونسنس بوينت ميوتيشن لا، يحول لنا الشفرة مال الأمينو أسيدز إلى شفرة إيقاف، إيقاف للترجمة، وبالتالي راح يطلع البروتين المنتج مبتور مو بطول الطبيعي، يعني غير هامل. المسنس هاي اللي قلنا يسببها البي 53 هاي معناها أنه سي إلى جي والجي إلى سي، هذا يحول لنا جذريا الحامض الأمين الأرجينين إلى ثريوني، هذا حامض أميني شكل غير شكل، وبالتالي هنا الطفرة ستكون شديدة، يعني مو مثل سايلنت ميوتيشن. هذا المقصود معلومة لقيتها اليوم بالإنترنت، يقول لك ليش وجدوا أنه كل خلية من خلاياها تحتوي على 20 نسخة من البي 53 هذا التيومر سبريسر جين، الحين الإنسان عنده فقط نسخة واحدة، وهذا كون يعني حيوان الفيل من أشد الحيوانات مقاومة للإصابة يعني بالسرطان. ربما إذن إذا نستفاد من هاي الملاحظة، إذن يزيدون البي 53 بالخلايا بطفرة وراثية بكلونة إلى آخره، يعني يهندسون الملكان، أكو هندسة وراثية للبشر، ويستطيعون بزيادة البي 53 في زين. البتن كذلك هذا يشبه البي 53 والريتينوبلاستوما جين، هذا ايضا سكند ماستر ريجوليتر، يعتبر ايضا من الحاميات للدي ان اي مال الانسان، انكو سبريسر عملية انقسام الخلية. هذا شنو اللي كان نورمال، نورمال جراوث انهبيتنج بروتين، انه يبطل عمليه السيل ديفيجن اندر كنترول. في بعض الحالات يطفر، يصير بطفره ويصير بديفكتيف نون فانكشنج بروتين، يصير عندنا بتن بروتين غير عامل، اذا ما يقدر يوقف عمليه الانقسام، وبالتالي يصير السيل ديفيجن نوت اندر كنترول، يتحول النسيج الطبيعي الجوفي تيشو الى كانسيريوس تيشو. قلنا الكارسينوجينات قد تكون فيزيائية كيميائية إلى آخره، لذلك نسميه كارسينوجين، والجين معناه مولد السرطان، مولد السرطان يعني الأسبستوس والكحول والبغ واليوفيلايت يعني الراديشن المختلفة، هذه كلها alter and damage DNA in a way that activate or deregulate proto-oncogene and transformed it into oncogene. كل ذني ليس منها كارسينوجين، لأنه راح تحول لنا البروتو أنكوجين إلى أنكوجين، يعني زيل عنا السبرشن. هذه أخرى مثلا عندما يتعرض جلد الإنسان إلى الإكس راي أو اليوفي لايت راديشن، هذه أشعة المؤينة القوية أن تسبب طفرة أو خللا بالدي إن إيه، وكذلك العوامل الكيميائية المختلفة انزيم مسرطن، يعني هاي الجدول اللي ذكرناه لكم هذا بكل المسرطنات الفيزيائية والكيميائية، مثلا الكيميائية تحتاج لها الى two different stimuli، اولا شلون البرايمري اكسبوجر والسكندري اكسبوجر مال الاميون ريسبونس، فهنا كارسينوجينيك كيميكالز هم تحتاج تعرضنا لمرتين، اولا انشيتنج ستيمولس لأنه بالبداية لازم تعرض للبنزين أو التبغ أو يعني أي من المواد المسرطنة that permanently alter the DNA of the particular target cell، هاي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية second chemical stimulus or promoter or co-carcinogen، لازم هنالك دفعة أخرى أو كيميائي آخر complete the transformation to cancer، يكمل لنا عملية التحول للسرطان أو التحول للسرطان. شلون يحدث انبثاث؟ قلنا لو كانت هذه الخلية، هذا جبنا لكم الفيجر، لكن هنا سويت مقطع مقطع حتى تفهمونه. بالبداية
بداية يحدث للخلية ترانسفورميشن، تحول. شلون الخلية تتحول؟ تحول يعني تحول، تحولها تجوان تصبح وإلا في ضبط النوكيات النوية ما تصير قمة وفترة العدد، يعني هم كبر بالحجم وهم كبر بالحجم، صار سيارة يعني تحولت خلايا متحولة أو نيوبلازم أو يعني نيوبليجي. Some marker of cancer cell are surface receptor for receiving stimuli for growth factor. تبدأ الخلايا على سطحها ريسبترات أو مستقبلات يسمونها مستقبلات الجراوث فاكتور، مستقبلات عوامل النمو، هاي ما موجودة على الخلايا البرتقالية. تبدأ تصل على سرطانية، ثم تبدأ هاي الخلايا تبدأ تستدعي تكون أوعية دموية شعرية تحصل على الغذاء، فيسمون العملية vascularization. قصة الأخرى some tumor secret chemical factors that stimulate growth of additional circulatory vessels. تبدأ تفرز عوامل نمو تشجع تكون وانقسام الخلايا المسؤولة عن التوعي أو تكون الأوعية الدموية. ثم بعد فترة tumor cell become dislodged from the tumor. تبدأ تنسلخ تطلع أخرى من الجسم، فنقول عن metastasize، تبدأ تنبث into the circulation and the distant site، تروح مناطق قصية مناطق بعيدة عن موقع البرايم. Such invasive tumor cell have the property by binding to and disrupting connective tissue barriers surrounding tissue and organ. وهذه الخلايا المنبثة يعني رايحة تمتلك القدرة على أن تجتاح، تقدر تحلل النسيج الكونكتيف تيشو، النسيج الرابط وتتخلله، لأن النسيج الرابط نعرفه مرصوف رصف كان البلاطات مال القاع، يعني شلون الكاشي ما باستطاعته تتخلله تفوت بنصه، فهي تفرز أيضا مواد تعمل على خلخلة الكونكتيف تيشو حتى يسمح لها ذلك بالولوج والغزو، غزو الأنسجة السليمة غير المصابة، وهكذا يحدث الانبثاث أو الميتاستاسيس، انبثاث الورم. زين، تحت هذه الظروف جميعا ما دور جهازنا المناعي؟ يعني جهاز نايم ما يدري، يعني المناعة احنا قلنا في محاضرات أخرى أنه يوميا احنا عندنا خلايا سرطانية، لأن يوميا متعرضين ماكلين شاربين مواد مسرطنة فصار عندنا سرطان، لكن بحمد الله نادرا ما يصاب الإنسان بالسرطان. أي خلية متحولة، أي خلية يعني شوية متغيرة يشك بيها رأساً يسويها استفاف يعني يقضي عليها. إذن باستمرار موجود في الجسم يسمونه surveillance mechanism، يعني آلية للتحري، قاعد دوم تعرف شنو الغريب هاي الخلايا، أي خلية غريبة جسمية تقوم بالقضاء عليها وحدة وحدة. The primary type of cell and surveillance and destruction of tumor cells, cytotoxic T cell, neutrophil cell, macrophage, ذني إن الجنود المجندة سبحان الله اللي مخليها من السرطان اللي هي cytotoxic T cell, neutrophil cell والماكروفاج. لكن يستمر الحال هذا سنة سنتين عشر سنين، وصل عمر الإنسان 60 يتشكلها تتقاعد وتضعف وقدرتها على تمييز العدو أيضا تقل، فلذلك جهازنا المناعي يبدأ ما يميز الخلايا السرطانية خلايا ذاتية، يعني مو بسهولة يقدر الجهاز المناعي يفرز منها فوق ما هي عفة التخفي، وصار بإمكانها تلافي الاصطدام بالجهاز المناعي، صار عندها أكو ميكانيكيات لتلافي التعرف عليها من قبل الجهاز المناعي. These cells recognize abnormal or foreign surface marker in the tumor cell and destroy. كانت سابقا اكو شيء غريب على سطح خليها مميزه كخليه سرطانيه، فتاتي النشرال كير سيل والماكروفاج وتلتهمها وتقضى عليها. اما الان ففهمت الدرس، اصبحت الخلايا تستطيع ان تغير نفسها. كانسر سيل may not be immunogenic enough، يعني صارت باستطاعتها
أول إلى آخر هي نوت أميوجينيك، يعني من السيستم ما تحرم عن التحري المناعي يبدأ ما يقدر يميزها، وبالتالي أصبح في نهاية المطاف يعني راح تتراكم عندنا خلايا ويصبح جهاز المناعي ما يقدر يصدها، راح يتعايش وياها ويتلافاها ويتسحلها المجال، وبعضهم حتى يصير خيانات، يعني ما كل قوم هي تقدم لها الكراسفتر وجهاز المناعي قوم هو يساعد التيومر على أن يطيع عوامل النمو، يطيع يعني الهرمونات المسؤولة واللي تساعد على التوعي والإنشاء والميتاستاسيس. زين، عندنا سؤال قد يرد: Why patients with immune deficiencies such as AIDS or SCID are more susceptible to various cancer؟ لماذا الناس اللي عندهم immune deficiency أو SCID اللي هو severe combined immune deficiency اللي أخذناها في الدرس دول حساسين للصرف؟ ببساطة لأنه هذول أصلاً خصوصاً الأميون ديفيشن بالأيدز أصلاً قاعد تنظر بعتهم تيسيل وتيها البتر، وهاي هي بيت القصيد لأنه هؤلاء lack essential تيسيل or cytotoxic function، فلذلك هذول أعطتهم أهم ذراع من أذرعة المناعة اللي هو المناعة المكتسبة الخلوية المساعدة اللي هي تساعد كل أذرع المناعة الأخرى، فلذلك هنا يعني جداً خطيرة الحالة. possible causes of cancerous transformation include ما الأسباب الموجبة لتحول الخلايا إلى سرطانية. هاي الأسباب قلنا irregularities in mitosis، عدم الانتظام بالانقسام الخيطي mitosis، genetic damage اللي ذكرناها activation of oncogene، infection by يعني من ضمن اللي ذكرناها سابقا. الجزء الثالث والأخير من محاضرتنا اليوم هو immune therapy، هل هنالك علاج للسرطان؟ وهنا نقصد علاج مناعي. طبعا السرطان دواه الامثل وعلاج الامثل هو الاستئصال، انه نسوي العمليه الجراحيه ونشيل كامل الورم، لكن مو دائما يعني الاستئصال والجراحه ممكنه، مرات الجراحه موديه بالحياه يعني مهدده للحياه، احتماليه الاصابه فيها عاليه، فلذلك تصبح هناك خيارات اخرى غير الجراحه نلجا لها، مثلا كيموثيرابي الراديوثيرابي. اصبح لدينا في السنوات الاخيره للعلاج يسمونها أميون ثيرابي. الأميون ثيرابي معناها هنالك مناعة الشخص أصلا المصاب بسرطان قعدة أو صارت يعني خلاياه ضعيفة ما تقدر تميز الخلايا السرطانية، إذن يجعل الخلايا يطلعها من جسم الإنسان إن فيترو ويعلمها من جديد، ينشطها من جديد والمستضدات السرطانية من جديد إن فيترو، ويرجع من تصير نشطة وتستعيد قدرتها على التمييز يرجع يضخها بجسم المريض ويعطيها الانترلوكينات الضرورية والسايتوكينات ويجعلها تستطيع تمييز الهدف والسرطان وتقضي عليه. عليه الآن كيعني أهم طرق العلاج اللي ما به أقل ما يكون من السايد افكت. وتنقسم الأميون ثيرابي إلى باسيف أميون ثيرابي وأكتيف أميون ثيرابي. ومن يعني اشكال الباسيف اميون ثيرابي التيومر سبيسيفيك مونوكلونال انتي بودي تايتينان وادوبتيف سيل ترانسفير، ثاني راح ناخذهم كامثله شويه كل واحده نحكي عنها. الاكتيف اميون ثيرابي مثلا بالتايد فاكسين فاكسينيشن صار اكو تلقيح بالمستردات السرطانيه، صار اكو لقاح يقينا من السرطان وان كان يعني اغلبه لا زال يعني في طور التطوير ما مطروح لل الروتيني. الدندريتك سيل فاكسين، اللوجينوكول سيل فاكسين، تشيك بوينت انهبيترز، انكولايتك فيروس، لان كلهم ضمن حزمه. راح ناخذ يعني شويه بعض الكلام عن الدوري. فمثلا عندنا هاي ان ذا باست تو ديكيد immune therapy of cancer has developed into the established treatment option like monoclonal antibody, immune checkpoint inhibitors, blockade of programmed cell death PD-PDL interaction وadoptive T cell transfer. ذن راح يعني شوية نحكي عن كل واحدة معتن يعني بتفصيل قليل. فمثلا عندنا الactive non-specific immune therapy البكتيريا، انتم تعرفون من ضمن اللقاحات الماخذينها بالمناعة البي سي جي. هذا البي سي جي منين جاي؟ من باسيلس كالمت جولي. هذا البي سي جي يعني فرنسي الظاهر هاي الالفاظ، هذا يعطى او يستخلص من
توبركلوسيس يعني البقري السل الرئوي البقري ياخذون مستخلص من عنده او نفس الباسيلاي مالته انسان هاي للوقايه من التدرن الرئوي البشري. لكن وجدوا لقاح واقي من المرض البكتيري لكنه ينفع للوقايه من السرطان. فهاي بالصدفه اكتشفت الحال. كذلك مثلا الكورين الباسيلاي اوف ديفثيريا البكتيريا الديفثيريا يعني مستخلص الاندوتوكسين ميورامايل دايبيبتايد هاي يطلعونه هذا ايضا بامكانهم ان يعطونه للانسان نان سبيسيفيك يعني يقي الانسان مو من تيومر معين نان سبيسيفيك يعني يجعله اكثر مقاومه لكل السرطان الى حد ما طبعا مو يعني 100% تضاف له مثلا مواد معززه كيميائيه مثلا ليفا نيسول مثلا البولي اي سي اللي هي الاي جايه من سينيك اسيد والبولي ساستردليك اسيد سايتوكينات اصبحت تعطى للوقايه الانترفيرون الوقايه من يعني هو لمعالجه بعض حالات السرطان تعطى الباسف اميون ثيرابي هاي الباسف قسم من عتها نان سبيسيفيك وقسم من عتها سبيسيفيك. نان سبيسيفيك مثلا الليمفوكين اكتيفيتد كيلر سيل يسمى لاك هاي اختصارها لاك الليمفوكين اكتيفيتد سيل وعندنا سي دي 8 تي سيل ذني يعرضونهم الليمفوكين يعطونهم فد يعني سايتوكينات خليهم ضاريات ويرجعون يضخونهم بجسم الإنسان زائداً TNF ألفا انترلوكين 2 انترفيرون مع سايتوكين آخر فيشوفون مناعة الإنسان بدأت تصير زينة مو مثل الأول هذا يسمونه باسل أميون ثيرابي نون سبيسيفيك. مرات سبيسيفيك مونوكلون أنتيبودي وهاي راح نجيها هسه بتفصيل أكثر في فمثلاً عندنا آلية للأميون ثيرابي أدوبتيف أميون ثيرابي يوزينج تيل هاي تيل يعني تيومر اسوسييتد لمفوكين هذا الورم الازرق ياخذون من عند الجراحين ريسكشن اور بايوبسي يطلعونه من جسم بايوبسي تعرفونه يعني نسيج صلب وخلايا مضمومه الى بعضها البعض يخلون وياها تريبسين حتى ترجع الخلايا تنفصل وحده عن وحده يصير سسبنشن يصير معلق خلوي ثم هذا المعلق الخلوي يعزلون التيومر سيل بالفلتريتد لمفوسايت يعني اللمفوسايت اللي كانت داخله للورم الخطوات مال التيل شو يسوون ياخذون الورم يحطون له تريبسين يفصلون الخلايا الورميه عن الخلايا اللمفاويه المشتركه مع الورم اللي يحطون لها الانترلوكين 2 ريكون الأولى هذا النفوسات تيل ثم expanded يزيدونها ويكثرون عددها artificially بصورة صناعية التركيبي interleukin 2 التركيبي الخط هون يضخونها الجسم الإنسان يلقونها صارت كلش ضارية وقوية لمكافحة هذا الورم. هذه الآلية أصبحت يعني أكثر شيء يستخدمونها من قبل روزنبرغ تي وعولج فيها الميلانوم يطلعون من جسم الإنسان الخلايا تي ويرجعون يكثرون بهذا البليت ويرجعون انفيوجن يرجعون يضخونها لجسم الإنسان من جديد. إيش عالجوا بها؟ قلنا عالجوا الميلانوما وهذا أوتوليغس إنفلتريتنج الليمفوسايت يسمونه لايف دراج. الحلوة به إنه هاي ريسبونس أكثر من 50% شوفوا يعني العينة ولونج تيرم ريميشن يسوي يعني ما يسوي ريفرنس أوف تيومر مرات التيومرات تروح وترجع رجعت انبثت من جديد. هنا لا
اعطانا شفاء لفترات طويله. وليس توكسيك ان جينيتال تو ذا بيشنت جنتلر يعني العلاج لانه اصلا ما بي خطوره وما بي سميه وما بي سايد افكت. شنو العيوب مالته؟ العيوب مالته صعوبه استخلاص التي تيل فروم ذا بايوبسي. يعني انت قاعد تلقط خليه خليتين موجوده في هاي البايوبسي. البايوبسي جد يعني ياخذ لك قليل الجراح من الورم ياخذ لك بجد حبه السمسم كتله خلويه زين ها قد حبه السمسم ايش قد اذا فرطتها بالتربسين ثم هاي تي لمفوسات لازم تكثرها تسويها ملايين ثم تدخل الجسم. فالعائق الوحيد لهذه الطريقه هي انه مرات استخلاص التي لمفوسات التيومر اسوسييتد لمفوسات ليست عمليه يعني يسيره او تعطي نتيجه دائمه. سول مانفكتشرنج بينما الان من صارت عندنا هيك عقبات بدأوا تي سيل. هاي الكاب تي سيل كلش حلوه. انتم تعرفون انه تي سيل شلون تتعرف بالمستقبل شباب عن طريق الانت تنك احسن عندنا تي سي ار يتصل معي الـ MHC أو الـ HLA فلازم يتحدى الـ TCR المستغد كان المستغد موجود ضرورة آلية جديدة كارت TCR يسمونها وجاي اسمها من كاميريك انتجين يعني كاميريك تيني كاميرا تشابه هيجي الكاميرا حيوان خرافي شلون بالاساطير اليونانيه اسد ولا جناحات ولا ذي العقرب ولا يعني كذا اي حيوان مركب اي ظاهره مركبه من اكثر من 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 شكل من حيوان يسمونه كاميرا. فمثلا هذا الريسبتر من نحط له احنا نصنع هذا الريسبتر تي سي ار وانتم تعرفون التي سي ار كم بولي بيبتايد تشين كيميائيا التي سي ار يعني تي سيل ريسبتر من كم سلسله بيبتيديه يتكون من سلسله يا اما جاما دلتا انواعها. فمثلا الخلايا تي يسمونها الفا بيتا تي سيل مرات يسمونها جاما دلتا تي سيل لان الريسبتر مالها من سلاسل من نوع الجاما دلتا يعني لازم اكو سلسلتين يلا يسوون لنا تي سي ار. ذول العباقره سوون تي سي ار من سلسله واحده بس منين لقطوا الدومين مالته المجالات شوفوا هنا ملقطينه من مجال يسمونه سي اس تي اف في هذا هنا الاخضر الفاتح ومجال يسمونه انتجين بايندينج دومين ومجال اهم خمس مجالات ومجال ترانس ممبرين مجال يسمونه سيجنالينج اندودومين عندنا اثنين عندنا سيرفايفل اند بروليفريشن دومين اللي هو ماخذينه من سي دي 137 وعندنا اكتيفيتنج دومين ماخذينه من سي دي 3 زيرو تشين. فصون تركيب كلش كفو تعرف بالمستغرب سرطاني غير طبيعي ولا يحتاج يتعرف بالسرطان قبل الخليه تعرفه. فلذلك هندسونا تي سيل بها كل هاي المواصفات واعد له يعني لحد الان مو ما داخل التجربه السريريه لانواع مختلفه من السرطان. بعد عندنا التيومر فاكسين مثل ما عرفنا بالفاكسينات عموما هنالك تيومر فاكسين موجوده قسم من عندها منين موجوده كيلد اور اتنويتد تيومر سيل قسم موديفايد تيومر انتيجين قسم التر سيل اور تيومر انتيجين متبدله لبيد زايد تيومر سيل ليبيد يعني ضايف فيها ليبيد الانتيجينات فمزيته نقول مضاف لها مجموعه زيت او مشحمه مضاف لها مجموعه شحم حتى مثل الاجوبان صاير تيومر انتيجين. هاي كلها الاصناف زينو جينايز تيومر سيل يعني غريبه مضاف لها جزء يعني جزء غريب للمستضد السرطاني لزياده يعني مقدار التعرف عليه
exposure to cryptic antigen antigenic peptide استخدمت لتوليد لقاحات للتيومرات. آخر السلايدات عندنا وأشكركم للاستماع، هو هذا السلايد وهو مهم وتجي من عنده هواية أسئلة. المونوكلونال أنتيبادي، المونوكلونال أنتيبادي مهمة جدا، عرفناها كأداة تشخيصية كأداة علاجية كأية. هناك أداة لمعالج السرطان مثلا تستخدم تارجت هي سرطانية عندها جراو سبكتر ريسبتر هذا جي اف ار. اذا صنعوا مونوكلون انتيبودي تغلق الجي اف ار وبالتالي تمنع خليه سرطانيه من الحصول على عامل نمو جراو سبكتر فتموت من العطش لان ما عندها عامل نمو فيغلق عليها الطريق. مثلا هذا الانتي هير 2 هذا نوع من المونوكلون انتيبودي يسمونه بيرتوزوماب، هذا من نوع الجي اف ار بلوكينج مونوكلونال انتيبادي. زين هاي اي بي تارجتينج تيومر فاسكوليتشر، احنا مو قلنا التيومر يحتاج الى توعي او تزود او مونوكلونال انتيبادي يعمل على غلق الاوعيه الدمويه الشعريه ويجعل الخلايا الورميه ما تقدر تستفاد من التوعي وبالتالي ما راح تتكون اوعيه دمويه للكتله الورميه فتموت نتيجه لذلك مثل هذا المونوكلونال انتيبادي هذا اسمه. ثالثا اميون ميدييتد 3 اي دي سي سي، اختصار من هذا يا شباب من يعرفه اي دي سي سي انتيبادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. ممتاز احسنت، انتيبادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. زين سي دي سي dependent cytotoxicity، احنا نعرف مو اكو اليه للقتل بواسطه كومبلمنت سيستم واكو اليه للقتل بواسطه ناتشرال كيلر سيل او الانتي بودي ميديتد ديبندنت. اذا صنعوا انتي بودي تتداخل مع هذه الاليات اليه القتل وتخليها تقدر مثلا تنقتل خليه التيومر بواسطه الكومبلمنت سيستم، تنقتل بواسطه الاي دي سي سي، تنقتل بواسطه الكارت، هاي الاليه اللي ذكرناها قبل شوي. زين بعد مجموعة هذه تعمل على أميون تشيك بوينت إنهبيشن، نمو قلنا أنه يحتاج دورة حياة الخلية الورمية إلى أن تستمر حتى تصير الخلية خالدة فتحتاج دوم أكو هناك عدم توقف بدورة الحياة. إذا صنعوا مونوكلون أنتيبودي 4 والبي 7 وتجعل الخلية ما تصير خالدة، تتوقف الخلية الورمية ويصل إلى عمر بعدها وتموت، تضمحل أوتوماتيكيا بعد. هنالك آلية للخلود مثلا آلية لقتل التي سيل اكتيفيتد تي سيل بارتباط البي دي والبي دي ال 1، لأن إذا ارتبطن ذن الاثنين هاي الخلية تموت اكتيفيتد تي سيل. فصنعوا مونوكلونال أنتيبودي إما تتداخل مع البي دي أو البي دي ال بحيث ما تخلي البي دي والبي دي ال يتصلن مع بعض حتى تموت هاي الخلية والمناعة الخلوية في جسم المريض بالسرطان راح تبقى يعني مستمرة. باي سبيسيفيك انتيبادي، أصبح الآن هنالك صناعة وهندسة انتيبادي انجينيرينج، يعني صار الأضداد يقدرون يصنعونها بالتست تيوب، مو شرط عملية وصارت أصبحت الفاب يعني الجزئين اللي تشبه حرف واي من الانتيبادي يقدرون ينوعونها بحيث يطلع شطر من عندها مثلا يتداخل مع سي دي 3 للتي سيل وشطر من عندها يتداخل مع تيومر انتيجين للبي سيل فيقرب من بعض فيسمونه باي بيسك يعني ثنائي التخصص، وهذا شيء مو طبيعي. احنا نعرف انه الواي الذراعين مال الواي مال الانتيبودي نفس التخصص ما يصير باي فيسك، لكن ذني مصنوعات بالمختبر اضداد وباستطاعة مونوكلونال أنتيبودي باي فيسيك أو باي سبيسيفيك باي لود إيصال حمولة، هاي الحمولة قد تكون توكسين سم أو قد تكون راديشن مادة مشعة، فيخلون المونوكلونال أنتيبودي بسم أو بمادة مشعة بحيث أول ما يتصل بالخلية الورمية راح السم يقتلها أو الإشعاع اللي موجود بهذا النظير المشع يقتل المادة الورمية.
هذه كلها الابلكيشن اوف مونوكلونال انتيبودي. الى هذا الحد انتهى محاضرة اليوم، وانتهى بذلك يعني حصة الاميونولوجي من منهاج الميديكال بايولوجي. اتمنى لكم الفائدة، واتمنى لكم النجاح في هذه السنة وفي حياتكم العملية، وان شاء الله نلتقي يعني في مواد اخرى. اذا احد عنده اشكال سؤال شباب. Recording stopped. إذن أشكر لكم دكتور. نعم تفضل دكتور. ممكن تدز البي دي اف مالت هاي المحاضرة ومحاضرة هاي المحاضرة؟ نعم راح هسه أدز إن شاء الله ذاك السبت بالكلاس روم خليك. بس أحتاج من أستاذ رضا إذا عد هاي المحاضرة ريكوردد. أي والله يودي لي نسخة منها أحتاج. شكرا جزيلا. إن شاء الله. ألف شكرا. إذا شو وقت ما تهيأت لك دزلي. بارك الله شكرا جزيلا. مشكورين على الحضور. شكرا جزيلا. تسلم. ان شاء الله قريبا تصلك المحاضره. تسلم. شكرا جزيلا.